السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نصور فيديو بي رول، واوريكم بقى خلف الكواليس ازاي بقدر ان انا اصور الكادرات، ونحاول نطلع مع بعض بفيديو كويس ان شاء الله. طبعا النهارده مستعين باخويا نور المصري من تاني. اخويا معانا النهارده، اخويا نور المصري هيساعدني في الفيديو ده ان شاء الله يطلع بجوده كويسه. هنصور النهارده على كاميرا سوني A7R2 بالعدسه المفضله بتاعتي ال 35 مللي ال 1.4. الاضاءه بتاعتنا هيبقى سوفت بوكس عادي خالص بلمبه عاديه جوه، يعني على قد ما نقدر احنا بنحاول نبسط الموضوع ونحاول نطلع بلوك كويس قوي في الفيديو. يلا بينا. طبعا اول خطوه هنعملها ان احنا نغير الاضاءه اللي احنا بنصور فيها. اي مكان انت فيه اطفي الاضاءه الاساسيه بتاعته وابدا ان انت توزع اضاءه عشان تطلع بالشكل اللي انت محتاجه. فنطفي الاضاءه. لو انت بتصور هاند هيلد حاول دايما ان انت تحرك جسمك كله مع الكاميرا، يعني حاول عشان تدي تاخد الاستابلايزيشن للكاميرا او الثبات للكاميرا كويس، حاول تحس ان جسمك كله بيتحرك مع الكاميرا مش شرط ايديك بس، فاهمني؟ عشان تاخد اكتر ثبات للكادر بتاعك. حاول اي حركة كاميرا تعملها خليهم مربوطين ببعض، النقلات بين الفيديوهات بتاعتك يبقى كلهم زي بعض. يلا طيب. انا دلوقتي في الحركه دي كنت بحاول اعمل راك فوكس بمانوال فوكس بايدي، فباخد الكادر الاول وبعد كده ببدا انتقل للكادر الثاني، وانا بنتقل ببدا الف بايدي البكره بتاعت الفوكس نفسها. لحد هنا الفيديو كان ماشي تمام، ولكن لظروف خاصه ما قدرتش ان انا اكمل باقي التصوير في نفس اليوم. قلت هصوره تاني يوم شويه، قلت لا هصوره تالت يوم، فرابع يوم فكرت قلت ان انا استخدم الداتا اللي عندي واقفل الفيديو بقفله مش تقليديه لحد ما وصلت للقفله دي. هسيبكم مع الفيديو تاني. في نهاية الفيديو حابب اشكر اخويا نور المصري ان هو ساعدني ان انا اطلع بالفيديو ده. لو عندك سؤال عن اي حاجة تقدر تسيب كومنت تحت بالسؤال بتاعك. لو المحتوى عجبك تقدر تسيب لايك على الفيديو وتشترك في القناة، اكون شاكر جدا ليك. وبس كده يا سيدي، كان معاكم محمود فودة، سلام.